فيك عجلها اليوم ما ادري ايش فيك. لا اله الا الله، مضار شهر قدام. كمل الاذكار يا الربع. اللهم لا مانع، اللهم عنا على ذكرك وشكرك. استعف محمد شوي بس خمس دقائق نطلع له بعدين. اي تنى يمديك بس خمس دقائق ناخذ فينا نستفيد، عشان باقي لنا خمس ونختم. استريح بعدين. خمس دقيقات ولا خمس دقائق؟ لا ليش استريح انت؟ وبعدين نتسنى كلنا. نشكر طبعا ابو عبد الرحمن جزاه الله خير مره اخرى على الفطور الطيب. الله يطيب ايامك، خذ اجرنا، جزاك الله خير. الله يبارك فيك ابو عبد الرحمن، جزاك خير. محمد خشير. ايه خشير معاك دائما، خشير في الخير ابو محمد. وحضور ابو اليوم ابو عبد المجيد جزاه الله خير، الله يجزاك خير. ترى يمديك باتر والله، ما اسمع هالقصيد الطيب الايماني والله. اي والله ضروري، ترى ما عاد قدامنا الا اربعه ايام، اخر يوم لنا يوم عرفه. ها؟ الاحد اثنين ثلاثة والله ودهم. لا تقول، لا تقول، تجيب طاري العيد يقول تعيدوا. ذاك اليوم هوجس، قلت ورا ما نطلع هوا الجمعة، شوي داقين علي قناة تطلعوا هوا الجمعة، قلت ورا بعد بهوجس يا اخوي. والله يا ابو عبد المجيد اي صدق، اذا فكر الانسان في شيء يشوفه قدامه والله يا اخي عجيبه هذه، ترى موجوده. صدق انا ذاك اليوم سبحان الله افكر في واحد المشايخ ودي اشوفه، ما ادري شفته، كنت ودي اشوفه والله يا ابو عبد الرحمن. نعم. ورحت ازور واحد في المستشفى ولقاه عنده. يقولون الكون يتجاوب ايجابا وسلبا، سبحان الله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم تفاءلوا بالخير تجدوه. تجدوه. طبعا الحديث هذا يقول حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة قالت لصاحبها دعني. بعض الافوال اللي ما هي طيبه لا شر لا عين لها قدام. تفكر في رفيق لك صديق قديم، او جيت مسجد له قدام، ولا سوق له قدام، ولا مكانهم لذا الرجال يتفكر فيه من شوي له قدام. والكون مملوء باسرار اذا حاولت والكون مملوء باسرار اذا حاولت تفسيرا لها. اعياك كل الطبيب تخطفتك يد الردى، من يا طبيب بطبه ارداك. واذا ترى الثعبان يملا سمه فاساله من ذا بالسموم حشاك، واساله كيف تعيش يا ثعبان او تحيا وهذا السم يملا فاك. هذه عجائب طالما نظرت لها عيناك واستمعت لها أذناك، إلى أن يقول إن لم تكن لتراه فهو يراك. الكون كله مملوء بالأسرار، أسرار عظيمة، شيء ظهرت وشيء خفية. نقطة التفاؤل زي مهمة اللي قلتها. إي ترى بعض الناس يقول أنا عارف لاني بناجح هذه ولا أني متفوق، خطيرة. وأنا أصلا إذا فتحت تجارة بخسر. كلام خطير ذا. بيخسر. بيخسر. سبحان الله يا أخي. لا يخسر. تفاءل بالخير. أيوة. وتجدها أمامك. يا سلام. أبد. لا تحمل هم الدنيا ولا هم أحد، احمل همك أنت مع ربك. يا سلام أبو محمد، الإنسان يعطي نفس عن نفسه صورة جيدة، مو بيقول أنا عارف نفسي أصلاً بفشل، أنا عارف نفسي ما راح أفوز، أنا هذا كلام خطير. هذه يا طويل العمر حتى في هذا عندنا في التفاؤل شباب والخير. شباب صوت شوي بس الله يبارك شباب. في ما قيل في أهل في الخب في الترق اللي هو البرمجة العصبية. أنت إذا برمجت نفسك على أنك عند قيادتك الدراجة أو عند قيادة أو عندك المشي على الجدار أو المشي على التدريب سوف أقع، سوف تقع حتما، لأن هذه أنت اللي تبني نفسك. أنت فالأفضل لك دائما عند النوم إن شاء الله استيقظ قبل الفجر بساعة، بنص ساعة فعلا تجد نفسك، لأن شيء بيتها أنت هذه النوايا. إذا بيتها في قلبك وجدت الخير، وإذا وجدت. أما إذا أنت تبي تنام وتقول والله بحاول ما أقوم إلا الساعة 7 بعد ما تطلع الشمس، قبل تطلع الشمس وين وديت الفجر؟ وين وديت قبل الفجر؟ يلا الله يجزاك خير أبو عبد الرحمن، أبو محمد وأبو المجيد وأبو عبد الرحمن، جزاك الله خير بعد على الفطور. مشكورين جميعا، شكرا جزاكم الله خير. أيضا نشكر فاكهة زادي، ما شاء الله كل يوم يجيبون، الله يجزاهم خير. التطبيق موجود أيضا بين الفينة والأخرى على الشاشة، صراحة فواكه الكل جربها، فواكه نظيفة ومرتبة وجميلة، الله يجزاهم خير. تطبيق زادي الفواكه يجيك لحد بيتك بأسعار جميلة جدا وفاكهة جميلة. جزاكم الله خير جميعا. غدا إن شاء الله من الساعة 4 ما حد ما أدري متى نخلص، ما نبقى 7:30 ولا نقاي 8، ما أدري بكرة متى نخلص.
أقول نجيب شنطتنا من رحفيدة ها أبو عبد الرحمن شكله بجيب شنطتي من رحفيدة وجيب مخدتك وفراشك بجيب فراش البر وإذا بيطول السالفة بجيب عيالي معي يا أخوي نروح لك شوية طيب هذا نلقاكم من الساعة الرابعة إلى الساعة السابعة ونص وأسأل الله أن يوفقكم ذكركم بالتكبير لا تتوقفون من التكبير كبروا كبروا تكبير أيوة وأيضا لا تتوقفون من وقف المضيلف غدا إن شاء الله جزاكم الله خير في أمان الله.